كان هذا حب أجل كل تهيالي تهيالي أجل كل الحقيقة كذب قصة عشتها الحالي 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 أجل ما كان هذا حب أجل كل تهيالي تهيالي أجل كل الحقيقة كذب قصة عشتها الحالي 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 الله 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 الفنان عبد الله العامري منورنا بالاستديو اليوم. اعطيني خبر تمهد لي. انا والله العظيم ضعت، انا ما ادري ليش ما حدش يخلي عبد الله نورتنا بالاستديو اليوم عبد الله. نورك يا حبيبي. اكيد ودنا عبد الله اليوم طبعا ضعنا بصوتك الجميل بالالحان الجميله والمعزوفات الجميله. طبعا بدايه عبد الله وانطلاقته كانت في برنامج ساودي ايدل، فبدايه ودنا نعرف بدايه وصولك لهذا البرنامج ومن من الداعم الحقيقي او اللي دعمك للوصول لساودي ايدل. والله العظيم هو يعني جتني رساله من ساودي ايدل في البدايه وكنت متردد اني ادخل. للأمانة كنت متردد، يعني تعرف أي واحد بيدخل على مرحلة جديدة ما يكون يعني واثق 100% مرحلة التوتر والقلق. التوتر بالضبط بالضبط. وبعدين يعني لما الوالدة يعني صرت علي قالت لازم تدخل ولا بزعل عليك. الله على الإصرار الجميل. الموضوع مرة تصعد. أوكي. فقلت إيش وراء بقدم، يمكن يقبلون ما يقبلون، يعني آلاف الناس بيقدمون، فبشوف بجرب حظي. إلى أن الحمد لله يعني وفقنا الله وجاني اتصال وبدت يعني بدأ معي المشوار، بدأت مرحلة الانطلاقة. بدأت مرحلة الانطلاقة. يا سلام. طيب إحنا نتكلم عن سعودي آيدل عبد الله، تذكر أول أغنية غنيتها قدام اللجنة؟ أذكرها طبعاً. مش كانت هذه اللحظة مستحيل أنساها، كانت رسائل محمد عبده. طب نسمع منها شوي. حاضر. نسمع. لازم اليوم ليلة طربية. موصيني عليك سلطان الراشد. سلاطين. جهلة حياتي. أكيد. وليلة كانت الفرقة وقالت لي فمان الله وليلة ذكرها على جرحي ولا أنسى ولا أنسى وجدت أخذ رسائلها وخصلة من جدايلها وتديني جواباتي بقى يا عمر بسماتي وجدت أخذ رسائلها وخصلة من جدايلها وتديني جواباتي بقى يا عمر بسماتي وقالت لي فمان الله. الله 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 يسعدكم. خلاص بقوم مع السلامة. لا والله ايش الجمال هذا، ايش الجمال هذا يا عبد الله. عبد الله طبعا بالإضافة إلى الإحساس الجميل والصوت الجميل ألحانك جميلة. الله يسعدك. ألحانك جميلة عبد الله. فودنا نسأل ايش هو اللحن الأقرب لقلبك؟ والله كل الألحان الصراحة. إحنا عارفين. ممكن أقول آخر عمل نزل. اللي يعني هو. من الحاني. من الحانك. مو مشكلة. من الحانك بس ما هو بليك. إيه ما هو بليك. وش كان العمل؟ صديقي الفنان أحمد علوي. خلاص أدري. الله. أحمد علوي.
وجه له تحيه احمد طبعاً. احمد من الناس والشباب اللي صوتهم جدا جميل وحساسه. وحاب اقول لك كمان الف مبروك، تزوج قبل تقريبا 5 ايام. الله انفضحته. فضحه هو على هو ما صرح الرجال. ما اذكر اصرح الان عشان تكون عندي. شكرا شكرا على السكوب الجميل. ام بي سي كلهم برضو الاولويه. احمد نقول لك الف مبروك مننا من عائله ام بي سي دام الخبر صار عندنا. الله يبني بيتك ويوفقك ان شاء الله. اكيد عبد الله. طيب عطنا اللحن بنسمع ما دام قد ذكرت زواج احمد. عطنا اللحن خلنا نرجع شوي. خلنا نرجع باللحن يا معوضه شوي. زين انك اعطيتها لحن. عطى لحن منه فضحه منه. طب ما يشتغل معي بعد الكلام. بس لا تفضحنا بعد المقابله بشيء. الله يستر منك. الان اي احد يتزوج لازمني اذا حاب يخبي الموضوع. يا ساتر الله يستر. الله يعدي المقابله على خير. يلا سمعنا. خلاص أدري عرفت إن النهاية قربت وإنك تبي هجري. خلاص أدري ولا حطيت في بالك أنا قدمت لك عمري أناني ومن على الحالك. خلاص أدري عرفت إن النهاية قربت وإنك تبي هجري. خلاص أدري ولا حطيت في بالك أنا قدمت لك عمري أناني ومن عدل حالك. يصير أسكت وما أحكي ولا بشكي. يصير أسكت أحس أحسن عشان أضمن لأن لو درى أحمد بوجعنا. تخيل لو كتب فينا مثل قلة وش بيبقى في مدى معنا. وش بيبقى في مدى معنا. وش بيبقى في مدى معنا. الله 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 يسعدك. طيب عبد الله ودي كذا ارجع معك شوي، بما احنا تكلمنا عن سعودي ايدل وكانت البدايات واخذنا منك يمكن بدايه الاغاني اللي انت غنيتها معاهم، اكيد في مرحله مرت عليك صعبه شوي في سعودي ايدل. فوش كانت الفتره هذه؟ والله يعني ما اكذب عليك بس كل مراحل كانت صعبه. هي كانت طويله الفتره ما كانت قصيره. طويله لكن اصعب مرحله كذا كنت حاط ايدك على قلبك خايف ما تنساها يعني. تحس انها علمت او كذا بصمت. المرحله كان اسمها المرور الاخير. اللي اللجنة بيعطونا خبر انهم راح ياخذون، يعني احنا كنا تقريبا 26 شخص وفي 12 مقعد فقط في هذه اللحظة. بيختارون مين ما بيختارون مين. الى انا كنت طبعا من اخر الناس اللي او اخر واحد داخل عند اللجنة. تمام. فخلص 12 مقعد وانا باقي ما دخلت عند اللجنة وقاعد اسمع الناس يعني من المنتجين يعني قاعد يقولون، وانا داخل على اللجنه يقولون خلاص خلاص قولوا لهم لا خلاص اذا بعد ما تقولون كذا قاعد اكلمهم بعيد وانا كاني يعني استرقت السمع يعني. من بعيد ضاقت الدنيا عليه صراحه. تحطين قبل تدخل كيف دخلت وطلع مقلب الحمد لله من المقالب اللي ما انساها. ما ادري هي حلوه ولا سيئه. وقالوا ضفنا كمان مقعدين عشانكم انتم موجودين انا وسعد النجعي. حلو جميل. فكان التوتر وقتها شيء لا يصدق. لا الحمد لله انا مقلب وعد. مقلب وعد. اكيد مستمرين معاك احنا عبد الله. مستمعينا مشاهدينا راح نطلع الفاصل سريع واكيد مكملين معكم. خلوكم معنا. في فنان طلب منك لحن وانت لحد الان ما لبيت هذا اللحن. بنناقشه بعد شوي. شوفني يا هلا وسهلا فيكم مكملين معكم ما كنتم مستمعين ومشاهدين عبر ثير ام بي سي اف ام. مكملين مع فنان الجميل عبد الله العامري. عبد الله مرحب.
عبد الله يقولون كنت قاعد مع احد الخبراء الفرنسيين. شو وش وضعك؟ يقولون في خبير فرنسي كان معاك جالس. يعني انتم بتخلون الموضوع هذا على العلن ما ادري يقولون مسوين فيك مقلب الشاب. ايش السالفه؟ ما ادري ايش سالفه ان بي سي تمقلبني في سعود ايدل وفف ليه؟ وش السالفه سالفه الخبير هذا؟ يا طويل العمر جاء كان عندي اجتماع تمام وكلموني الشباب قبل الاجتماع قالوا في خبير فرنسي موسيقي مستشار موسيقي. اي مستشار موسيقي. اي مستشار موسيقي يبغى يقابلك وعنده يعني افكار واستراتيجيات ان شاء الله. هذا مستشار الاذن حساسه ما يسمع اي شيء. بالضبط بالضبط. ايوه عنده استراتيجيات يعني قريبا ويبغى يعني يتعاون معه. قلت بالعكس اتشرف يعني. حلو. فطلعنا غرفه الاجتماع قابلت فرنسي يعني هي ثلاث كلمات فرنسيه اللي اعرفها. نسيتها الحين خلاص. المهم نسيت مع الربك. بوجو وي هذه وي خلاص يعني وي هذه ايه هذه حق التسليك وكمان سارقها منا على فكره يوم قالها لي. ايوه فقابلت الادمي بدا يتكلم وطالع في الشباب ترجموا يا اخوان يا اخوان ترجموا ويتكلم الادمي ساكتين العيال وانا ما في الا خلاص لازم اتجاوب مع الادمي يعني بلغه الاشاره يعني خلاص كذا اللي انا فاهمك يعني وطالع في الشباب قالوا لي فهمت قلت ايه هو يقصد كذا وكذا وكذا من حسن حظي انك كنت يعني في صادق حلو يقصد كذا امورك في السليم كانت اموري في السليم الادمي انطلق راح في فرنسي لا انطلق في الكلام استرسل يعني يا ساتر تكون سيف خوش بس وطالع قلت معليش بس الجزئية الأخيرة أنت على أساس أنك فاهم الجزئية اللي ما قبل الأخيرة يعني معليش أقول أطالع في الشباب كذا أقول لهم لا ولابس شماغ بعد عارف اللي مرة لا أدمي الجزئية الأخيرة يا شباب بس معليش ما فهمت ممكن أحد يوضح لي إياها بس شباب هنا ما تحملوا ضحكوا طلعوا مقلبوني وجايبين واحد لبناني ما شاء الله تبارك الله وعنده ما شاء الله عاد إخوان اللبنانيين عندهم اللغة الفرنسية لعبتهم تبارك الله ومقلبوني شباب في الأخير لا فرنسي ولا استراتيجيات ولا أبداً ولا أذن حساسة أتوقع صور المقطع يعني الله يستر المقطع موجود عند الشباب المقطع ممكن يعني ناخذ دام في تسريبات أي أنت ما قصرت في أحمد علوي نكمل بالضبط أكيد عبد الله في شيء يعني خلنا الحين أخذ رم القالب وأخذنا هذه الأشياء كلها في فنان طلب منك لحن مين الفنان هذا؟ والله كثير وين اللحن هذا؟ من هو الفنان وين اللحن؟ أنا مشكلتي نساي ترى زي الوي وبنجور بس لا لا فنان كبير معروف فنان كبير يدو حرف الميم ميم محمد عبدو لا يا ريت والله بس ذكروني يا أخوان تكفون في فنان طلب منك لحن والله فنان من الفنانين في حدا مس عليها نوال مجد المهند صحيح والله المعذرة أبو محمد إذا كانت تسمعنا حتى لو بالصدفة حب أشيلك تحيات هذا العيد الثاني أي والله أنا أصلا يعني من أسباب دخولي لسعود آيدل كان التارجت إني أشتغل مع الأربع العمالقة يعني وينتظرون مني والله لحن وأنا مرة يعني متحمس واللي ما أخرني إني يعني قاعد أقول يعني هذول عمالقة كيف ممكن أقدمهم لحن يعني فالموضوع مو بسهل ترى مو بسهل لازم يكون عمل جبار ومتقن ومدروس من كل النواحي بالضبط 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 فالآن الفنان مجد مهندس طلب منك لحن حتشتغل له على حد الأغاني الجاية إن شاء الله بإذن الله لكن كذا قبل لا ننطلق للسؤال اللي بعده ودي أعرف شعورك يوم شفت الفنانين الأربعة العمالقة اللجنة قدام كذا والله تبغون أول شعور أعطيكم أول شعور طبعا أنا كنت من آخر الناس اللي بتدخل على اللجنة في أول لقاء في أول 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 مرحلة اللي هي أربعة نعم أو أربعة لا كان فاللي قبلي ما انقبل تمام فجاتني واحدة من المنتجين قالت لي دلانا بترجاك اللجنة اليوم ما قالوا والله أنا حز بخاطري ذا الموضوع صراحة يعني سعودي آيدل السعودية معروفة بعراقتها الفنية ومعروفة قديش يعني فيها إحنا من يعني نعتبر كمستوى الأول في العالم العربي كموسيقيا يعني وفنيا فسعودي آيدل بيطلع كوادر فنية واللجنة ما قالت الله إلى الآن أخذتها من هذه الناحية والكلام هذا شجعني يعني صراحة ما أعطاني يعني أعطاني طاقة إيجابية ما كسرك ولكن أعطاك دافع الحمد لله جميل فدخلت على اللجنة وكان أول لقاء بس داخل بوحشية أكثر يعني
داخل حلو. بوحشية أكثر ثقة أكبر بثقة أكبر يعني تحدي وتحدي حلو. فقلت أنا بين أخوياي حلو وغنيت الحمد لله خلي أدندل لهم شوي أدندل لهم. طب عبد الله قبل لا نختم ودي أعرف من الفنان الأقرب لك. والله أنا ترى كل أسبوع لي فنان قريب ما علي عطنا الأسبوع هذا عطنا فنان الأسبوع قبل ما ندخل بك الصراحة الأسبوع هذا طلال مداح والأغنية الأقرب لك لطلال مداح الله يرحمه. والله يا مقادير كنت غنيها أمس مغنيها ونغنيها اليوم نختم فيها كلها بس ختامية مقادير ايه تحسون شوي والله اي خلينا نشوف غيرها انا احب طلال اموت على ذوقك شوف انا طماع اغني مقادير ونختم غيرها ما عندي مشكله انا طماع اليوم أنا. مقادير يا قلب العنا مقادير مقادير وش ذنبي أنا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مقادير وتمضي حياتي يا مشاوير واتمنى الهنا مقادير مقادير الله 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 نكدت عليكم شوية سامحوني ايه لا لا عادي عادي نكد جميل وخفيف اكيد عبد الله نورتنا اليوم في الاستوديو وحنا سعيدين جدا ويشهد الله الاتصالات عندي فل بس ما اقدر تاخذها لضيق الوقت ودنا كذا نختم بأغنية جميلة كذا على ذوقك نودع فيها المستمعين والمشاهدين حاضر. الله بعد هالغيبة تجينا يا ناسينا يا ناسينا تعذبنا كثير احنا ولا نمنا ولا ارتحنا فجأة يلي ذبحنا تجي بيدك وتشفينا يا ناسينا يا ناسينا تعذبنا كثير احنا ولا نمنا ولا ارتحنا فجأة يلي ذبحنا تجي بيدك وتشفينا يا ناسينا يا ناسينا الله الله الله
نودعك عبد الله العمري فناننا الجميل، وباذن الله لنا لقاء معك قريب. مسمعين بوجودي بينكم والله الشرف لنا والله يا عبد الله، واكيد زي ما ذكرنا كان ان شاء الله لنا لقاء قريب يجمعنا اكثر واكثر ان شاء الله، نسمع وننطرب اكثر ان شاء الله معك عبد الله. مستمعين ومشاهدين اكيد مكملين معكم في